كريستيانو رونالدو يضيع أغرب وأسهل وأعجب فرصة في مسيرته القروية أمام شباك العين الفارغة تماما بطريقة لا يمكن أن يتخيلها أحد على الإطلاق، جعلت عصام الشوالي يفقد عقله ويمسك رأسه في كابينة التعليق. شاهد العجب الذي حدث، لاعب النصر سدد كرة على مرمى العين والحارس تصدى لها وارتدت مرة أخرى إلى رونالدو والشباك فارغة أمامه، والجميع احتفل الهدف الثالث والرومونتادا. ولكن ما فعله كريستيانو في هذه اللقطة أصاب العالم بأكمله بالصدمة والجلطة. رونالدو وقف في حالة صدمة وأمسك برأسه، لأن هذه الفرصة لو أعيدت مليون مرة أمام رونالدو لن يضيعها إلا في هذه المرة فقط. مستحيل يا كريستيانو.